في الفيديو ده هنعرف ان ستوب ليها كذا معنى، ومعناها بيختلف بناء على ايه اللي جاي وراها. يعني ممكن يجي وراها to plus infinitive، وممكن يجي وراها verb plus ing. هل المعنى هيبقى زي بعضه؟ لا طبعا، المعنى مختلف تماما. He stopped smoking. He stopped to smoke. هل الاثنين نفس المعنى؟ لا، الاثنين معناهم مختلف تماما. في الاكزامبل الاولاني اللي هو he stopped smoking، stop هنا جه وراها ing، verb في ing. في الاكزامبل الثاني اللي هو he stopped to smoke، get to وبعد كده verb مصدر. في الاكزامبل الاولاني هنا معناها the action is not happening anymore، يعني الحدث ما بقاش يحصل تاني. he stopped smoking معناها ان هو اقلع عن التدخين تماما، يعني he no longer smokes، خلاص ما بقاش يدخن. لكن الاكزامبل الثاني he stopped to smoke ده معناها ان هو توقف عن اللي هو كان بيعمله علشان يعمل شيء اخر. he stopped an action in order to do something else، يعني هو مثلا كان سايق العربيه وتوقف بالعربيه وعلشان يشرب سيجاره، فمعناها ان he stopped what he was doing in order to smoke. تعالوا نحل شوية examples ونوضح فيهم معنى كل واحد ايه. Number one, Mary, please stop making a noise. The baby is sleeping. معناها هنا توقفي يا ماري عن الدوشة علشان البيبي نايم. Number two, I should stop eating more food. I am on diet. وهنا معناها أنا مفروض أتوقف عن تناول مزيد من الأكل علشان أنا بعمل diet. Let's stop to have lunch. We will not have any restaurant on our way. وهنا معناها تعالوا نتوقف لتناول الغداء علشان مفيش أي مطاعم في الطريق. Number four, he should stop playing video games. He has a lot of homework to do. يعني هو لازم يتوقف عن لعب الفيديو جيمز علشان عنده واجبات كتير. Number five, It didn't stop snowing all day yesterday. ما توقفتش عن الامطار امبارح طول اليوم. Number six, the weather was hot, so we stopped to have a cold drink. معناها ان الجو كان حر جدا امبارح، فعشان كده توقفنا لتناول مشروب ساقع. لو انت حاسس ان انت استفدت في الفيديو ده اي معلومة، اعمل سبسكرايب لقناتي اللي هي Easy English with Iman Sami، وتابعني في الفيديوهات التانية اللي بتتناول الفرق ما بين الـ to والـ ing. Thanks for watching. معاكم Iman Sami. Bye bye.